وإلى موضوع آخر مشاهدينا، وتجسيدا لاستراتيجيتها الأمنية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اليوم مبادرتها الإعلامية الثانية لحماية عملاء البنوك وتوعيتهم بالأساليب والسلوكيات الآمنة الواجب اتباعها عند سحب ونقل المبالغ المالية وسبل تحريزها حفاظا على أموالهم. وشدد مدير عام العمليات الشرطية على أهمية تعاون أفراد المجتمع مع جهود الشرطة لتوفير أفضل سبل الوقاية والحماية لهم وعدم التردد بالإبلاغ عن أي مواقف مريبة قد يتعرضون لها في أثناء وجودهم في البنوك أو بالقرب من أجهزة الصراف الآلي أو ملاحظة من يتربص بهم من ضعاف الأنفس، ليبقى الوطن آمنا ينعم الناس فيه بالرخاء والسلامة والإطمئنان.